أهلا بيكم، معاكم محمد من قناة أسرارها المية. هنتعلم النهاردة مع بعض إزاي نستفاد من اللمبة المحروقة اللي زي دي ونعمل منها سبرتاي عشان نعمل عليها القهوة. تمام، الأدوات اللي هنحتاجها هي كنزاية زي دي كده، وخشبة، خشبة بالشكل ده، وقط، تمام، والسبرتو اللي هنولع بيه. تمام، نركن الحاجات دي على جنب دلوقتي. نبدأ بقى، هنجيب الكنزاية دي، تمام، وهنفتح الجزء ده كده، تمام، نشيل الجزء ده ونشيل الجزء ده، تمام، هنشيلهم باستخدام المقص. وبعد ما فتحت الفتحة اللي هنا والفتحة اللي هنا زي ما قلت لكم، هنفتح فتحة تالتة هنا، تمام، يبقى هنفتح ثلاث فتحات، واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا. الفتحة دي هتكون علشان الأكسجين يخش للنار فالنار ما تنطفيش. تمام، هنركن دي على جنب، وهنجيب اللمبة، تمام، هنشيل باستخدام المقص الجزء ده كده، تمام، ودلوقتي بعد ما فتحتها بالشكل ده كده، تمام، هنجيب الخشبة اللي اتكلمنا عنها في الأول، تمام، وهنجيب مسدس الشمع، تمام، هنحط شمع هنا كده بالشكل ده، تمام، وهنحط اللمبة بتاعتنا بالشكل ده كده، تمام، هنحطها بس بحيث ان اللمبة تكون في حاجة ماسكاها، تمام. ودلوقتي هنحتاج لقطعة كنز، تمام، بالشكل ده كده، قطعة كنز بالشكل ده، هنلفها، تمام، هنلفها لحد ما تبقى بالشكل ده، وهنركبها هنا كده، هنركبها هنا كده بالشكل ده، تمام. وهنجيب السبرتو، السبرتو اللي هو ده كده، تمام، اهو، هنملاه هنا، تمام، هنملى السبرتو في اللمبة دي. ودلوقتي بعد ما بنيت اللمبة بالسبرتو بالشكل ده كده، دخلت هنا كده القطنة اللي شفناها في الأول، تمام، برمتها كده، خليتها طويلة ونزلتها هنا كده، تمام. وهنجيب الكنزاية اللي عملناها في الأول بالشكل ده كده، هنحطها بالشكل ده، وبكده تكون السبرتاية بتاعتنا جاهزة، ومش باقي غير ان احنا نجربها.